انت شو عم تقول؟ انت اخذت قرارك ايه؟ بس انا شو مشاني؟ مو انت وعدتني من قبل؟ مو قلت لي انه مستحيل نروح على بيت تريفيني؟ شو اللي تغير هلا؟ قلي. ايه وعدتك بصفتي زوجك، ما نسيت. بس انا بكون ابنه، كيف الابن رح يتحمل إهانة أمه؟ يعني لو إنك مكاني ما بتردي اعتبار أمك؟ ما كنتي رح تتصرفي بنفس هاي الطريقة؟ ردي، كنتي قبلتي؟ هاش اسمعني، هي مو بس أمك، هي بتكون أمي أنا كمان. كتير تضايقت على الشي اللي صار معها، صدقني. أنا هلأ مرتك ورح روح معك وين ما بدك تروح، بس أنا بصفتي مرتك من واجبي إني ساعدك ووقفك عن التصرف الغلط. قرارك بالروحة على بيت تريفيني غلط هارش. من وقت كنت صغير أمي ما كانت تشاركني همومها أبداً. لما كانت تبتسم لي كانت تخبي ألمها وراء ابتسامتها، مو بس هيك وكانت تتحمل نتيجة أخطائي، حتى أنها انضربت من أبي كرمالي. هي تحملت كتير بسببي، وأنا مستحيل أسمح لحدا يهينا. لك أمي انهانت بسبب هذا البيت، وسمعتها بدها ترجع بالبيت نفسه. استني وشوفي كيف رح خلي سونا تعتذر منا لأمي. بعرف منيح ما بدك ترجعي معي على بيت تريفيني، بس قراري هاد ما رح يتغير ابدا. تبقي معي اذا حبيتي او بتبقي مع اهلك هلا. هارش هارش، بكرة الصبح على الساعة 9 بالضبط رح كون على باب بيتكم هون، وبشوف شو ممكن تعملوا وقتها. ماما ما أدري شو حابب نانديش حبيبي. أنا بحبك كتير. أنا بحبك ماما. خالتي سونا أكيد رح تمنع هاد الشي. إيه وأنا بالمقابل رح أدعمها وساعدها كمان. وين راحت ميتري؟ خليك عم تتصل فيها. سعدنا اتصلت كتير فيها بس ما عم ترد، بتمنى تكون بخير. اتصل كمان ما عم ترد. حتى هارش ما بعرف وينه، هو ما بيعرف شي بهاي المدينة. عملوا أي شي، أنا خايفة عليه كتير. ليكو اجا ابني. هارش هارش طمني عنك، انت منيح ابني؟ ابني وين ميتري؟ وين ميتري ابني؟ ضبوا اغراضكم يلا بدنا نروح. كتير منيح، ضبوا الاغراض ورح احجز التذاكر. مو رايحين على البيت. مو على البيت؟ وين رح نروح؟ على بيت تريفيني. آه.
شاهدت عقلك يا ابني؟ شو هالحكي هاد؟ نحن بدنا نروح عبيت تريفيني؟ ايه امي، كلياتنا رح نسكن هنيك من بكرة الساعة 9 الصبح. كلياتنا رح نكون هنيك ببيت تريفيني. ماتري حبيبتي، هارش هو شو عم يقول؟ بدكن تروحوا على بيت تريفيني؟ احكي. ايه هارش رح يعيش هنيك، وهو كمان خيرني، يا اما بروح معهن على بيت تريفيني او بضل هون عندكن. لا هارش، انت فقدت عقلك يا ابني. ها هاي البنت صارت اليوم كنتنا، بيوم هارسة جاي عم بتقلها انها تضل مع اهلها. ابني اسمعني، هي لازم تضل معك، ما ترجع لعند اهلها ابدا. لا هالشي مستحيل يصير. لا ماتري بنتي، تعي انت وهارش، انتوا عم تمزحوا معنا صح؟ قولي على بيتهم؟ هاي البنت ما رح تروح، ما رح نبعت بنتنا لهونيك ابدا. ماما هدي حالك شوي شبي. ساعدنا ماما. ساعدنا، عم تسمعيني؟ شو صار؟ ساعدنا، اعطونا مي، اعطونا مي بسرعه. هاي المي. اشربي اشربي. انتي منيحه بنتي؟ اتصلي بالدكتور رح جيب السياره. ساعدنا ماما. ماما ماما ايه دكتورة، بدنا اياكي ضروري. اهلين يا عمتي، شو القصة؟ ليش عم تتصلي فيني؟ شوفي، بما اني اتصلت فاكيد في شي ضروري. انا كنت اصرف عليك ولازم تردلي الجميل هلا. شو القصة عمتي؟ قليلي شو المشكلة؟ اسمع، انا طول عمري قايمة بواجبي اتجاهك كعمي لإلك، واليوم انت رح تقوم بواجبك تجاهي كابن اخ. طبعا يا عمتي، شو بدك لأعمل لك؟ أنا تحت أمرك، طلبي وبس. بكرة بتجيب رجالك وبتجي على بيتي، في ناس سيئين بدي أعلمهم درس مرتب. تعال الصبح بكير، لا تتأخر على الموعد. رح شوف هلأ كيف زوج متري هالسخيف بده يفوت على بيتي من دون موافقتي وغصب عني. ما في داعي تقلقوا عليها ابدا، صار معها نوبه خوف طبيعيه، هلا كل شيء منيح، اعطيتها شويه ادويه، شوي وبترجع لوعيها.